طبعا بوتيكات وفرت هذا البراند اسمه يونيك سكين، هذا الكريم وهذا السيروم وهذه الميريكل شوتس، هذه الأمبولات للبشرة 30 أمبولة كل يوم تستخدمين أمبولة واحدة. كم إيش تسوي المجموعة هذه، هذا الكريم والسيروم طبعا والأمبولات أيضا، تسوي إيش؟ ترطب البشرة وتعطي مرونة عالية للبشرة، تفتح وتوحد لون البشرة وتشيل حتى البقع الداكنة، تخفف التجاعيد وتشيل الخطوط الرفيعة اللي بالوجه وحول الشفايف أو حتى حول العين. الأمبولات هذه تشد الوجه، عشان كذا احنا نستخدمها يوميا. هذه كل يوم تستخدمينها علشان تشد البشرة، تعطيك بشرة مشدودة. هذا غير النضارة والإشراقة اللي تعطيها للبشرة ونظافة وشباب أكثر للبشرة. طبعا الكورس هذا أنصح فيه العروس اللي باقي على عرسها شهر، تستخدم هذا الكورس اللي هو عبارة عن سيروم وكريم والأمبولات، وتشوف بتدعي لي عشان ما تحتاج لا فيلر ولا تحتاج بوتكس ولا تحتاج خيوط عشان تشد البشرة، لأن هذا بيسوي لها كل اللي تبغاه. الحين نستخدم الكريم، بستخدمش منه شيء بسيط لأنه أصلاً أوريدي هو مرة كثيف ريتش. أخذ شيء بسيط كريم وأوزعه على وجهي. عشان كذا أقول اهتموا شوية في بشرتكم، تصيرين تحبون بشرتكم من غير فلتر من غير أي شيء. أنا قبل كنت مستخدمة فلتر، بس شوفوا الحين من غير فلتر من غير أي شيء. بس الأمبولات بخليها لليل عشان أبغى أستفيد منها كاملة، وأبغى كذا وجهي يصير مشدود. الحين بستخدم السيروم أخف سيروم استخدمته، أحس إنه مرة كده زي المويه.